يعني يا رب ان شاء الله. ان شاء كابتن الله عادل باذن الف الله. مبروك النادي الاهلي وعقبال الكاس البطوله ان شاء الله. الف مبروك طبعا، يعني اداء يعني يدعو للفخر، وفخر لكل واحد بينتمي للمكان. والنهارده عندنا يعني حاجات كتير، وجبات دسمه في الكوره وحاجات كتير جدا في الكوره، ولكن انا عايز اروح لحته بره الكوره شويه. عايز اقول ان في ناس كتير قوي بتدفع فلوس عشان تنتمي للمكان، وناس كتير، انا ما بحبش اتكلم في النقطه دي، بس ناس كتير جريت ورا الفلوس عشان تسيب المكان. اللحظات دي هي اللحظات اللي كل واحد بيتمنى ان يبقى جزء من المكان، يبقى جزء من الكيان. لحظات المكسب ولحظات الفخر دي، حتى لو انت مش بتلعب، حتى لو انت مش بتأدي، بتتمنى ان انت تبقى منتمي للكيان ده. صحيح. اداء يدعو للفخر بصراحه، فخر. انا يعني واحد من الناس فخور ان انا بنتمي النهارده. يعني كل طول عمرنا بنفتخر، ولكن النهارده اداء جميل يخلي الناس كلها تقول دي فرقتي. صحيح. انا اقول انا جزء من المنظومه دي، شغال في قناه الاهلي، بشجع جمهور من جمهور الاهلي. فدي حاجه من الحاجات برضو الجميله اللي تخليك النهارده وانت بتتفرج تبقى مبسوط ومستمتع. الناس كلها بتأدي بشكل كويس، الحاجه الغريبه الصغيره بتبان، الحاجه اللي بره المنظومه او الحاجه اللي مش ماشيه مع المنظومه بتبان شكلها. مبروك للنادي الاهلي، مبروك للجمهور، ومبروك لكل الناس اللي بتنتمي للنادي الاهلي. واتمنى ان احنا نكمل ده في الفاينل، ان احنا بالاداء ده نستحق. يعني انا من الناس اللي قبل المباراتين ما كنتش، مش هقول متفائل، ولكن كنت متخوف جدا من ادائنا ما قبل من بعد عودتنا من الكورونا. ولكن بعد مباراه المقاولين وامبي وبيراميدز وماتشين النهارده، لا، حاجه تدعو للفخر. الخمس مباريات اداء مميز، ويوم بعد يوم الاداء بيزيد، المستوى بيرتفع بالزبط. يوم بعد يوم الاداء بيزيد بصراحه، وفنيا بتلاقي حاجات كتير تتكلم فيها. لما صحيح. نيجي نتكلم فيها فنيا هنتكلم فيها صحيح. ان شاء الله. بس مبروك للنادي الاهلي، ومبروك لكل الناس، مجلس اداره والجمهور والعاملين في القناه كلهم، وكل الناس، كأي حد بينتمي للنادي الاهلي يعني.